قال تقرير إسباني أن نجم ريال مدريد الدولي النمساوي دافيد ألابا غادر المدينة الرياضية صباح اليوم في وقت استمر بقية اللاعبون بالتدريب. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ماركا، فإن رئيس الخدمات الطبية في ريال مدريد طلب من ألابا مغادرة المدينة الرياضية الفالدي بباص. من جانبه قال الصحفي خوسي لويس سانشيز أن النجم النمساوي ذهب إلى المستشفى من أجل القيام بفحص فيروس كورونا المستجد. وكان ألابا قد انضم إلى تدريبات ريال مدريد قبل عدة أيام، ويبدو أن اللاعب يعاني من فيروس كورونا في انتظار بيان من الفريق الأبيض. أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تعاقده الرسمي مع النجم الدولي الفرنسي رافائيل فاران قادما من الريال. وكتب الشياطين الحمر في البيان قائلا: يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي توصل الاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المدافع الفرنسي الدولي الفائز بكأس العالم رافائيل فاران. ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة أو مدة العقد، لكن وفقا للعديد من التقارير فإن الصفقة ستكلف حوالي 50 مليون. وخاض رافائيل فاران مع ريال مدريد 360 مباراة في جميع المسابقات وحقق 18 لقبا. انضم مدافع فريق ريال مدريد الدولي الفرنسي رافائيل فاران إلى قائمة اللاعبين الذين لعبوا بقميص ريال مدريد ومانشستر يونايتد معا. ووفقا للمعلومات الواردة من موقع جول، فإن هنالك العديد من الأسماء التي لعبت بقميص ريال مدريد ومانشستر يونايتد عبر التاريخ، وتضم القائمة كل من مايكل أوين، غابرييل هاينزي، كريستيانو رونالدو، خافيير هيرنانديز، تشيتشاريتو، أنخيل دي ماريا، فان نيستر روي، وديفيد بيكام. هل تتوقعون عشاق النادي الملكي أن ينجح فاران مع مانشستر يونايتد، وهل سيحقق الألقاب خصوصا مع وجود السيتيزن وليفربول؟ كشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد يسير على خطى ثابتة من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. وذكرت صحيفة ماركا أن نادي ريال مدريد يسير على الخطة التي وضعها منذ بداية الموسم بشكل صحيح من أجل التعاقد مع المهاجم. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي تخلص من راتب سيرخيو راموس وحصل على 50 مليون من بيع فاران لتوفير المال الكامل لصفقة المهاجم، حيث أن صفقة مبابي لن تكون أقل من 180 مليون وراتبه لن يقل عن 20 مليون في حال قدومه إلى اللوس بلانكوس. يذكر أن تعاقد مبابي رفقة باريس سان جيرمان سينتهي مع نهاية صيف عام 2022. الجدير بالذكر أن برنامج الشيرينغيتو الإسباني قد أكد بأن ريال مدريد سيعلن عن صفقة كيليان مبابي في نهاية شهر أغسطس. كشفت تقارير إسبانية عن الأرقام المحتملة للثنائي غاريث بيل وكازيميرو مع ريال مدريد، وذلك مع اقتراب رحيل اللاعب الفرنسي رافائيل فاران. وذكرت شبكة كواترو الإسبانية أن رحيل فاران إلى مانشستر سوف يجعل البرازيلي كازيميرو يحصل على الرقم 5 مجددا. وأشارت الشبكة أن بعد مغادرة الفرنسي سوف يرتدي كازيميرو الرقم 5 والرقم 4 14 سيرتديه غاريث بيل، حيث أصبح أسينسيو الآن هو من يملك الرقم 11 الذي كان يرتديه الويلزي سابقا قبل الرحيل إلى توتنهام. كشفت العديد من التقارير عن موقف ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز من تعويض رحيل النجم الفرنسي رافائيل فاران. ووفقا للمعلومات الواردة من الصحف فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد لم يتفاوض مع جوليس كوندي أو باو توريس. وأضاف أن في ريال مدريد سعداء بالخيارات الحالية في الدفاع، لذلك فإن النادي لا يفكر بالتوقيع مع مدافع جديد. وقال الصحفي خوسي لويس سانشيز أن ريال مدريد سيدخل الموسم الجديد بوجود ألابا بالإضافة لإيدر ميليتاو وناتشو وجيلا أو فيكتور تشوست.